السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحيحتكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير. الوصفه ديالنا اليوم بيتزات على الطريقه ديال لي شيف، بيتزا ايطاليه ولكن بطريقه ديالي انا. عندنا هنايا في المقادير 300 غرام ديال الفورس، مع 200 غرام درت انا ديال الفينو، هما تيديروا 500 غرام كلها فورس. انا دخلت شويه الفينو. عندنا واحد البيضه، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره فوريه، غنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال العسل او ديال السكر، وشويه ديال الملح اللي غادي يخلط لنا اللي يملح لنا العجين. وعندنا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون والماء دافي اللي غادي نعجنوا به. دابا غنضيفوا هذيك المعلقه الصغيره ديال العسل على الخميره، ونديروا لها شويه ديال الماء دافي ونخليوها تتفاعل حتى تخمر لينا مزيان. ومنها تنشوفوا واش الخميره، تحاولوا البنات ديما ديروا هذه الطريقه، ما ديروش ديما ما ديروش الخميره الفوريه نيشان على لا خميره فوريه لا ديك المعجونه، ما ديروهاش نيشان في العجينه ديالكم. شي مرات تتكون بردات ولا تعد، واخا تكونوا بحرا شارينها تقدر تكون بردات عد مول الحانوت. اللهم ديروا لها الطريقه باش تتاكدوا انها تفعلت عاد تخدموا بها. ديما نخليوها تقريبا واحد 5 دقائق ولا عاد نديروها. هنا درت واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، غادي ندير هذيك البيضه حتى هي. نضيف هنايا شويه ديال الزعتر، هذا اختياري، اللي بغى يزيدو اللي ما بغاش يزيدو ما يزيدوش، حتى يديروا في الحشوه. هنا ندير واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، الا كثرتو زيت الزيتون تي يخسرها ثاني تيقصها. هنا شفتو الخميره كيفاش تفاعلات، تفاعلات مزيان وطلعات. عاد نديروها في مع العجينه صافي، ونعجنو عادي. نضيفو الماء شويه بشويه، ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاسحه، تعجن مزيان وتدلك وتولي لنا رطبه. هانتوما كتتبقى ماشي جاريه وماشي قاسحه. تندير واحد شويه ديال الزيت بلديه في يدينا ونجمعوا به العجينه صافي، ونخليوها تخمر. هاد الخمر الاولى تنخليوها نص ساعه، نديروا لها البلاستيك الغذائي ونديروا لها واحد المنيديل ولا فوطة ونخليوها تخمر لنا واحد نص ساعه، وديك الساعه نرجعوا نكملوا نكملوا المراحل ديال العجينه. هنا غادي نتقاسم معكم كيفاش تنحافظ على هاد الالات الكهربائيه ديالي تتبقى جديده ونقيه. تناخذ هادوك لي لانجيت وتنمسحهم بهم مزيان، هادوك تيكونوا معقمين. تمسح حتى هاد الحفيرات، هادشي كامل اللي تقدر تدخل فيه العجينه ولا الطحين، كاع اي بلاصه كانت هاكا فيها دوك الخويات تنمسحوها مزيان. مسحوها من الجوانب كلها ومن التحت، ونبقاو نمسحوا لهذوك الرجيلات اللي تيكونوا تيلص، هما اللي تيلصقوهم لداخل لتحت باش تبقى الحاجه ثابته في سطح العمل. وصافي وتنعاودوها بفوطه تكون نقيه، فوطات ديال الكوزينه صافي، تنعاودوا نمسحوها بها مزيان وتتبقى جديده ونقيه، وما نخليهمش حتى يتوسخوا. عاده نبداو نمسحوا فيهم مره مره، ندوزوا عليهم هكا مسيحه خفيفه وتيبقاو لنا نقيين وتيبقاو بحال جداد. هنا هاد البوياغ ولا اي حاجه عندكم في البيض، اي حاجه عندكم فيها هاد اللون البيض، غديروا ليها هاد البرودوي، هاد ABC راه كاين في بيم، هذا راه واعر في بزاف ديال، تنديروا انا بزاف ديال الاستعمالات. هذا راه عرفتي تتمسحوا به هاد الالات اللي تيكونوا في البيض، تيرجعوا بحال بحرا شريتوهم. انتم غتشوفوا في الاخر كيفاش غادي يولي. تمسح ليه كاع دوك الجناب، هذيك اللانجيت تطلق ديك الرغوه ديالها، غتكون فيها داك الماده. تنعاودها بوحده اخرى ناشفه هكا، تنعاود بحال تنغسلها، تنعاود بها باش يحيد كاع داك الماده اللي فيها. تمسح حتى دوك الجناب اللي تيكون هكا صعيب انهم يتمسحوا صافي، وتنعاود حتى هو بالفوطه تكون نقيه. حاولوا هو ما نقيسوش ليه غير الموتور ديالو، ما نفزقوش صافي. وشو تبارك الله تيبقى يلمع وتيبقى بحال جديد.
دابا خملت لينا العجينه، نرجعوا للعجينه. دازت نص ساعه، غادي نخرجوا منها الهواء ديالها، نديروا في يدينا شويه الزيت، صافي تنبقاو نجمعوا فيها هكا ونعاودوا نجمعوا فيها حتى نخوي منها الهواء، وتنضيفوا ليها واحد شويه ديال الزيت. هاد الطريقه باش تنديروا تجي بحال مورقه، من تنبقاو نهزو جهه وتنديوها للجهه الاخرى تتولي لنا بحال مورقه. صافي ونجمعوها، وهنا غادي نخليوها تخمر تقريبا شي 3 د السوايع. هادشي ديروا بحال دابا بغيتوا البيتزا العشيه ديروا هادشي في الصباح، وفي العشيه يبقى لكم غير تقادوا سميتو توجدوا الحشوات كاملين وكلشي توجدوه في 3 د السوايع، كلشي توجدوه كلشي يبرد صافي، وتتلقاو العجينه واجده. بغيتوا ديروها في الليل تخليوها تخمر في الثلاجه، لما بغيتوش ديروا هاد 3 السوايع تبقاو تسناو ديروها بحال هكا تخليوها تخمر ديك نص ساعه الاولى، وكيما شفتوا تخوها من الهواء صافي وتخليوها في الثلاجه، وغادي تخمر لكم في الثلاجه مزيان. دابا تاني تنخرجوا من الهواء وتنبقاو تاني نتنيو فيها على بعضياتها صافي، ونقطعوا القياس اللي بغينا حنا. انا اليوم غنديرهم صغار شي شويه، واحد الطريقه تيجيو زوينين. بغيتو ديروهم صغار دوك الفرديين، بغيتو ديروهم بيتزات كبار، كل واحد له الاختيار في داكشي اللي بغا يدير. انا هنا غنديرهم بحال شي كوميرات صغيورين، غنديرهم طوال شي شويه، ونستعنو بشويه ديال الطحين صافي، نشكلهم كاملين ونغطيهم نخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير بينو مرتاحو وقادينا البلاصه فين نخدمو صافي. وتنبداو من طبيعه الحال من الاولى، وراه ما تحتاجوش المدلك، تقدروا ديرهم غير بيديكم الا ارتاحوا ديروا مع بيديكم. تنصطها هكا تكون طول، وتنبدا ندير ليها في الفرماج. عندي داك الفرماج الموتزاريلا محكوك، درته في الجوانب وزدت عليه شويه الفرماج احمر، ممكن ديروا اي فرماج عندكم صافي. ونبداو نلويو هذوك الجوانب على الفرماج، تعطينا واحد الشكل زوين وتيجيو عامرين بالفرماج وتيجيو بنان صافي. تنضغطو مزيان باش تلصق لينا العجينه صافي، تنديرهم في واحد الطاوه ديال الفران. وهنا اللي بغيتو ديروهم بالدلاك ديروهم، اللي بغى يسر بيه ولا يديرهم بالدلاك. انا درتهم غير بيديا، انا وريتكم وحده بالدلاك، وما راه غير نخليهم شي شويه يطلقوا صافي تيجيونا ساهلين. انا درتهم على هذا الشكل هكا بحال الاوفال، تقدروا ديرهم بهذه الطريقه وهما دائريين. هادي درت ليها الفرماج، وكان عندي داك الهوتدوك غادي يبقى شايط منه، ودرتو حتى هو في الجوانب. هنا عندي صلصه ديال الطماطم، ضفت ليها شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت البلديه ومليحه صافي. وتندير شويه ديال الفرماج من التحت صافي، غادي نشكلهم انا كل وحده اش غندير فيها. هذه غندير فيها هاد الهوت دوك نيت اللي قلت لكم، وهذه درت فيها الطول صافي. تنزين شويه بشويه ديال الموتزاريلا، عندي هاد الصغيوره قطعتها دوائر. هذه ديال الطون زينتها بالزيتون الاسود، وزدت عليها حتى هي الفرماج ديال الموتزاريلا وفرماج احمر. مزيان تيبقى لكل واحد يمشي على حساب العائله ديالو شنو اللي تتبغي، وليداتو شنو تياكلو. هاد البيتزات راه تقطعوهم هكا طريفات وتديرهم لوليداتكم يديهم معاهم المدرسه، ولا الناس اللي تيخدموا انا تنعطيهم حتى لبنتي هكا الخدمه، يتقطعوا ويداروا في شي بواطه وديهم معاهم صحيين وزوينين، حاجه ديال الدار ماشي بحال ماكله ديال برا صافي. انا درت لهم واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت البلديه، ودخلتهم الفران. هادو غادي ندير ليهم شامبينيون فخي بلا ما نطيبوه بلا حتى حاجه
صافي، تنخلي تندور به الشامبينيون، تنخلي واحد البلايصه الوسط باش ندير فيها هاد البيض ديال السمان، تيجي زوين في هاد البيتزات. انا الا كانت دايره تندير فيها شحال من وحده، تيجي المنظر زوين وتيجي حتى في المذاق زوين. صافي، تنكملوا بالفرماج وداكشي اللي عندنا تنزينوا بيه. نزلت الموتزاريلا من الفوق، وهنا غادي ندير واحد شويه ديال المعدنوس داك المجفف، زينت به من الفوق، وتندخلوه الفران يكون سخون مجهد كما كلشي عارف البيتزا، وطيب من التحت هو الاول باش تنفخ لينا مزيان، عاد تنشعلو لها من الفوق عاد تكراتينا وتنخرجوها. المهم هو تكون لتحت ويكون الفران سخون مشعلينه من قبل، نخليوها طيب غير من التحت هو الاول باش جينا بحال هكا منفوخه وتتجي رطبه ومفشفشه. نقطع معاكم واحد الوحيده تشوفوها، تيجيو دوك الجوانب ديالها عامرين بالفرماج وتتجي بنينه، وما تنخليوش لهاديك البلايصه الوسطانيه غليظه. شو ما شاء الله تتجي رطبه وبنينه، ما تشبعوش منها، بقى سخونة. هاد الجنيبات تيجيو عامرين بالفرماج، تجي كلها عامرة فرماج وكلها بنينة. هادي اللي درت فيها البيض ديال السمان وزينتها بالمعدنوس، وزينتهم بحال هادو، زينتهم بشويه ديال الروكيت الجرجير، وحدين زينتهم بالحبق، تعجبني انا داك المذاق ديال الحبق مع البيتزا. صافي، وهذه هي البيتزا ديالنا. الا عجبتكم ما تنساونيش من جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي بغى يجربها، واللي شاف القناه ديالي اول مره وعجباته مرحبا به، فعل الجرس وينضم للعائله ديالنا، ومرحبا بالجميع، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.